اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الإلقاء الأعلامي. تقوم بالتقطن على تطبيق تيليجرام، بعدها سوف نقوم بالتقطن، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والتقطن على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالتقطن على الإشعارات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الأهمية. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء الأهمية. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.